والله ما ادخل والله. وش؟ السجن والله ما ادخله. ليه؟ ما طبخت انا ولا سويت شيء، كله من سوايا ابراهيم عواد. دايم بالله. كل ما جيت بسوي شيء قال لي لا اصبر لا اصبر، هو اللي يسويها. والله ما ادخل. عندهم فريق واحد صح؟ فريق واحد اسمه ما يدخل. تعتذر. ارجع. انا بتلذذ فيهم. تلذذ فيهم؟ اتلذذ وانا. السلام عليكم، وين الباقيين؟ ابراهيم عواد راح انحاش. ابراهيم عواد! يا ابراهيم عواد! كيف حالك يا سعود؟ زين حالك. علومك؟ علوم زين. زعلان. من اللي يقول احلف بالله اني بدخل السجن ومدري ايش وكذا؟ تحلف بالله؟ ايه. ليه؟ اني اطبخ مو انا طبخت ولا سويت شيء. يعني طيب انت مشارك. بس ما سويت شيء ابشرك، كل ما جيت بسوي شيء جاء كرشني، قال لا اصبر لا اصبر. جيت بعد اللي كرشك ابراهيم عواد؟ ابراهيم عواد، جيت ابي عجم خلاني عجم. حلو. جيت ابي اطبخه في النار ما خلاني اطبخه في النار. يا سلام. جيت ابي اغفص العجينه عشان اخليها لينه ما خلاني اسوي شيء. حتى العسل اللي حطه وكل شيء اللي حطه. طيب ليش ما قلت انا مشارك انا معك في الفقره وانا يحق لي اني اشارك معك مو بنت لحالك. قلت له الكاميرات مسجله كل شيء. ابراهيم عواد. يا ابراهيم عواد. ابراهيم. يا ابراهيم. يا ابراهيم من الفريق الثاني من هو؟ عبد الله بن رقعان عبد الله الحربي. عبد الله بن رقعان وعبد الله الحربي. وش اللي ما يخليك تطبخ؟ مو على كيفه. يا اخي انت مفروض انت يا اخي انا اسمي موجود اليوم في فقره المطبخ انا اطبخ. استحيت من اخوك. والله لو اني يا ولد يا شباب طلعوا لي العيال. يا مرحبا يا ابراهيم يلا حيه. ليش ما خليت سعود يشارك معك وليه ما خليت؟ ما شارك. شارك؟ إيه؟ الان يقول سعود ما شاركت، كل ما شاركت شيء كل ما اعطيت شيء قال لا. وش عليك طحين وما عادي خليه حتى لو اني احط المويه بس. يا مرحبا كيف حالك؟ حط المويه. حط المويه عادي. سعود يقول يحلف اني ما ادخل ما ادري ايش اللي قلت ليه؟ قال إيه؟ لان ابراهيم ما خلاني اسوي اي شيء. سعود على ما قال يمكن ينظر جانب ثاني ما ادري. ممكن يعني متضايق او شيء منك يمكن متضايق. منك يمكن يعني انك كذاب يا ابراهيم عواد. يمكن كيف؟ يعني انك كذاب. كيف كذاب؟ ما يقول انا ما طبخت انا. طيب ايش دخل الكذب بالموضوع؟ انا تقول الا طبخ. هو يقول ما طبخت وانت تقول الا. اما اقول ايش اسمه ما شاركت يقول انت الا شاركت. يقول ابراهيم انه ما خلاني اسوي اي شيء. يقول انت لا. الا بشر. في واحد منكم مو لا مو كذاب. في واحد منكم مو بصادق. لا الا بشرك. على ما قيل الشاعر يقول بعض السوالف لبسوها شراعي مجاسه في بيت اهل الغني. هذه المن هذه هو يقول كذاب. ايوه الرجاجيل وانا اخوك حتى لو انه كذب ما تقدر تقول الرجال كذاب. الرجال لو كذب ما تقدر تقول الرجاجيل كذاب. طيب حافظ مش فاهم. اقسم بالله. طيب سعود احنا حافظ مش فاهم. لو كذاب ما تقول الرجال. تعال يا سعود قم يا ناصر. يا مرحبا ومسهلا. اليوم 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 غير عن الايام. وانت بخير وصحه وسلامه ما شاء الله. يا سعود غسل وتعال. الله يعزك. يلا حيه. الله يطول عمرك. كيف الحال اليوم مستانس؟ نورت. كل عام وانت بخير. طال عمرك. انت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير. يا مرحبا اهلا وسهلا سعود. بسرعه ناصر كيف حالك؟ اليوم دخلت الا والله الشباب كلهم صاحيين ويضحكون ومستانسين. ليه؟ يوم وطني. الا سعود علوش وطني اليوم وطني. يحلف على مقدم اني ما ادخل السجن. طالبينك. احنا اليوم تمني عمده. اليوم سلمت. طالبينك سلمت عشان يا سعاده العمده. طالبينك عشان الرجال ذا وعشان حلفه. إيه انك اليوم تعتقه بالسجن. صلوا على النبي. بس ما في اي واحد يحلف على مقدم او اي واحد انه يلا اني ما ادخل والله. ليه؟ من باب مونه. من باب مونه. يمونون عليك. هاقي فيك هاقي وسط. سعود انا اكلمك. لا سعود تحترم مقدم الفقره انت؟ احترم. طيب ليش تحلف؟ والله اني ما ادخل السجن والله اني ما ادري ايش. حلفت من هاقوت الطيبه. وفيه احد يدخل السجن واليوم اليوم اليوم والله ما تدخلون. والله ما تدخلون. والله لكم. اليوم غير عن الايام. تسلم يا حبيبي. تعال الله مايك. الله لا يباركك. تسلم. الله لا يهينك. خليني ابلبسك انا. نخدمك بالافراح. الله يسعد ذا الوجه. الله يرفع قدرك. طيب هذه وين الكاب حقك افضل؟ ايه
نزل هذه. يا سلام عليك. اليوم غير على الايام والله اني اقول صادق. تعال يا نصوري. جايك الله ياخذك. تعال يا قلبي. تعال. جعلني في عرسك ان شاء الله. ابي كلكم تقول كلمه عن اليوم الوطني وعن خادم الحرمين الشريفين وعن ولي عهده وخذوا راحتكم اليوم بما ان اليوم غير عن الايام فوالله ما تدخلون السجن. الله يبيض وجهك. بنلعب هنا وبنستانس والامور طيبه. اصلا يوم تدخل يوم تطلع الساحه وكذا تحس ان فيك مو اشتياق فرحه ويعني بتشوفون اشياء الليله اشياء يعني غير عن الليالي. سلمت يا ابراهيم. اول حاجه بيض الله وجهك. وجهك جاني فداك. ما هي غريبه عليك. وعسى الله يديم. ابتسموا يا اخي ابتسموا يا اخي اسلم. وعسى الله يديم حكومتنا الرشيده. وكل عام الوطن بألف خير اللهم لك الحمد. في ظل سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان صاحب الرؤيه الخلابه صاحب الداعم للشباب الله يبيض وجهه للامانه نعيش في امن وامان واستقرار وراحه اللهم لك الحمد. ومهما تكلمنا عن الوطن لا نوفي بحق. ونسأل الله أن تكون أرواحنا فداء لهذا الوطن. الله يعطيك العافية شكرا لك يا حبيبي. الكلام الجميل من كنت ولا هو مستغرب. الله يرفع قدرك ناصر. أول شيء نبارك سمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هذا اليوم الفضيل اليوم الوطني 94. ونقول إن شاء الله أنه بيكون يوم حافل للشعب السعودي والشعب الخليجي بشكل عام. وفي بيت لأبوي يقول سلمت يا محمد إيه وأنت يا محمد أحزام ما هو بيت أحزام أن ذخر المملكة لا نفذ مذخورها. سلام. فيك واجد من معزي الضيم ولا الضام قايد منك القيادات تأخذ شورها من دهات اخوان نوره مرولت الحسام كل فتره الا الوطن شلتها بجذورها ولدها يحط تاريخ يعرض كل عام وانت رمز مجاد الاسياد فوق اسطورها. يا سلام صح لسانك بيض الله وجهك. الله يعزكم. 94 عاما من العز والمجد والهيبه والسلام والامن والامان. اللهم ادم علينا الامن والامان والملوك الله يجعلني ما عدم راسهم قهو العمارهم. السلام يا ابو علوش. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على اشرف الانبياء والمرسلين. اولا ابارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن ال سعود وولي عهده الامين محمد بن سلمان على اليوم الجميل اليوم اللي كل سعودي ينتظره اللي هو اليوم الوطني. فاللهم لك الحمد 94 عام من الامن والامان وكل ما بين فتره وفتره وحنا في ازدهار لازدهار. اللهم لك الحمد. واللهم لك الحمد يعني حتى انت قاعد في بيتك في امن وامان ولا تخاف ولا شيء حتى تنام وانت مرتاح. يا سلام. وبس والله. بيض الله وجهك. وجهك. ابراهيم عطني صوتك انشوده وطنيه. السلام. جهزوا لنا صدى. سارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني اشت فخر المسلم عاش الملك للعلم والوطن. يا سلام عطنا شله خلينا نلعب هنا خلينا نستانس ونلعب. يلا يا احمد. انا كنت ماوي اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جدكم